ناس كتير بتسأل ايه الافضل، الايفون 11 ولا الايفون 12؟ وفي ناس بتقول لك يا عم ده الايفون 12 نازل بعده هيبقى افضل طبعا، وناس تقول لك لا يا عم ده الايفون 11 افضل يا عم بقيمه مقابل سعر. اسرار الايفون 11 هنعرفها مع بعض في الفيديو ده، فلايكك الجميل واشتراكك اللي زي الورد، وبينا نبدا يا صديقي. اولا من غير مقدمات كده ولا اي حوارات، خلينا نعرف مين الافضل فيهم. من وجهه نظري الايفون 11 هو الافضل. هتقول لي اسف يا عم ده التاني فيه معالج اقوى، هقول لك تعالى نعرف الامكانيات مع بعض وفي الاخر نعرف فرق السعر وساعتها نحكم مع بعض مين الافضل. اولا الايفون 11 جاي لك معالج الاي 13 بايونيك، والايفون 12 جاي لك معالج ابل الاي 14 بايونيك، كده الايفون 12 افضل. نكمل ونعرف في الاخر مين هيكون افضل. اولا الرامات دي سادي، الرامات 4 و4، مساحه 128 256، وبتوصل ل 512. نفس الكلام هنا 4 128 512، كده احنا تمام. كده تمام. شاشة هنا الشاشة اي بي اس، وهنا الشاشة برضو اي بي اس، 6.1 انش و6.1 انش. هنا في الايفون 11 بيدعم لك تقنية التي او اف، انا في الايفون 12 بيدي لك تقنية الثري دي، فدي حاجة كويسة جدا جدا في الايفون 12، ولكن مفيش اي اختلاف حتى الان غير في المعالج بس. كاميرات، الكاميرات هيها طبق الاصل 12 و12 كاميرا خلفية، وهنا 12 و12 كاميرا خلفية، كاميرا امامية هنا 12 وهنا 12، مفيش اي اختلاف. كاميرا هي الاختلاف حتى الان فيها صديقي في المعالج، ولكن انا بقى نبدا نختلف ونشوف بقى الاختلافات في الموبايلات. كده احنا كل شويه دي زي دي مفيش الا المعالج. نبدا بقى ونخش نشوف الاختلافات. الاختلاف في الايفون 11 على الايفون 12 نازل لك بالاي او اس 13 للايفون 11، والتاني نازل لك بالاي او اس 14، كل سنه بيدي لك الاي او اس بتاعها. بالنسبه بقى للبطاريه، البطاريه هنا هنبدا نختلف فيها، لان الايفون 11 اقوى في البطاريه من الايفون 12. ليه؟ لانه جاي لك البطاريه 3110 ملي امبير و18 واط، بطاريه ما تبصش للاندرويد، احنا هنا بنبص لبطاريات الايفون اللي هي الضعيفه على طول موجوده. بالنسبه لبطاريه الايفون 12 جاي لك البطاريه 2815 ملي امبير، كده هنا تفوق جامد بالنسبه للايفون، دي تفوق جامد بالنسبه للايفون 11 في البطاريه. كده انت تقدرها كبطاريه افضل، تختلف حتى لو ايه في المعالج. نشوف بقى التصميم، علينا احنا نحكم بيه، التصميم هو، مفيش اختلاف في التصميم، الكاميرتين نفس الكاميرتين ونفس الحواف، مفيش أي اختلاف، عشان تفرق بين ده وده هتلاقي بروس بسيط كده في كاميرات الأيفون 12، ولكن ده مش هيخلينا إن احنا نشتغل أيفون 12 مقابل القيمة اللي هنقول عليها دلوقتي دي، لأن الأيفون 12 جايلك مع النسخة الـ 128 بكام يا صديقي؟ من 26 ل 27 ألف جنيه مصري، طبعًا القيمة دي بتلعب لها في حدود 800 دولار، لو أنت بتشوفها من بره مصر وممكن يكون في عندك يمكن ارخص شويه من هنا. طيب الايفون 11 جاي لك بكام؟ الايفون 11 من 19 ل 20000 جنيه. الفرق كام؟ فرق من 6 ل 7000 جنيه في موبايل واحد. طب انت بتتكلم في ايه يا باشا؟ من 6 ل 7000 جنيه هيخلينا ناخد الموبايل ايفون 12 علشان المعالج بس اللي هو اقوى شويه؟ طب ما هو المعالج اقوى هتلاقي اقوى حاجه بسيطه، ما هوش اللي هو القوه الجباره. لو قلنا مثلا هو المعالج الاي 15 مثلا، هنقول لك ماشي ما فيش كلام. بس ما يكونش كان الاي 14 وناخده على اساسه، مش مستاهله. فمن وجهه نظري 7000 جنيه دول ممكن تشتري بيهم موبايل من اندرويد تلعب عليه احسن من دي كمان. بس انت لو محبين بقى الايفون 11 و 12 فانت عندك الايفون 11 هو الاقوى وهو الافضل حتى الان. وبس دي كان فيديو سريع بسيط كده عن الايفون 11 والايفون 12. لو عجبك لايكك واشتراكك وبيس يا صديقي.